إذن في إطار التغطية الإعلامية لبوابة ميدلز أونلاين، يحضر معنا في هذا الروبورتاج رئيس المجلس العلمي الدكتور السيد سامي هرشا. مرحبا بكم أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ، كسؤال في البداية، ونحن في هذا الفتيل إقليم ميدلت، ما حصيلة عمل مجلس إقليمي في هذا الإقليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. منذ نشأة المجلس المحلي الإقليمي بهذا الإقليم، الفضل لله عز وجل، وفق الله تعالى المجلس أن قام بعدة تواصلات وزيارات تواصلية لأطراف الإقليم، أطراف الإقليم كلها، ما تركنا قصرا ولا طرف في الإقليم إلا واتصلنا بالأئمة هناك وبالسكان. كانت زيارات تواصلية مع الأئمة وكيفية العمل الأئمة، كنت نصيحة للأئمة لأن يقوموا بدوره وأن يكونوا مصابيح مشرقة في مساجدهم، ووجهنا لهم جميع النصائح من أجل القيام بهذه المهمة الملقاة على عواتقهم. ثم كانت هناك اتصالات مع السكان في المساجد وفي غيرها، حتى في الدور اتصلنا بالسكان، وكانت الدروس تتوجه إلى تقوى الله وإلى الخشية من الله وإلى التوبة إلى الله عز وجل، استعدادا للقاء الله عز وجل، لأن الإنسان لا يدوم في هذه الحياة، إنما خلق الله تعالى الإنسان لتكون له حياة الدنيا مزرعة وطريقا للوصول إلى رحمة الله بعد الموت. وهذا هو عمل المجلس، وما قصر المجلس في هذا أبدا منذ نشأته، وهو يقوم بجميع المجهودات. حتى بالأسابيع الماضية القليلة، في الأسبوع الماضي القليل، جئنا واتصلنا بالناس في القصور وفي أموجر وفي غيرها من جميع أطراف الإقليم، والحمد لله. الأستاذ، ونحن على أيام معدودات من شهر رمضان الأبرك، كيف يستعد المجلس العلمي لشهر رمضان؟ الحمد لله، وفقنا الله عز وجل وأعددنا وهيئنا برمجة لشهر رمضان. هذه البرمجة الحمد لله غطت جميع مساجد الإقليم، مداد، الريش، أي تعياش، أنا غادي نقول لكم مداد، أمر صيد جماعة بمداد، قرسي علالين جماعة بالريش، الريش، أمزميز بالريش، أغبالو سردان، تنفيت، بوزمو، قرمة، بومية، أيت عياش، أموقر، إتزر، زايدة، إميلشين، وتربت. بمعنى أن كل جماعات الإقليم ومساجد الإقليم هيئنا لكل جماعات ولكل مسجد في الإقليم برمجة خاصة بشهر الصيام، يقوم فيها إما الواعظ وإما الإمام وإما المرشد بالدروس فيها شهر مبارك، لعل الله تعالى أن ينفع بها السكان وأن يرزق لهم التوبة في هذا الشهر المبارك الذي من أجله شرع الله تعالى هذا الشهر المبارك، من أجل أن يحصل الناس إن شاء الله على تقوى الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أجله جاء، من أجل الحصول على درجة التقوى شرع الله الصيام، ونسأل الله تعالى أن ينفع كل من يسمع دروسنا في الشهر المبارك حتى يخرج رمضان وقد غفر الله له، لأن الله تعالى إن لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من شهر رمضان، وصلى الله تعالى أن يكون المسلمون جميعا من عتقاء من النار في الشهر المبارك. الأستاذ، هل ثمة تنسيق مع القطاعات الموازية لكم من مندوبية ونضارة في هذا الشأن؟ نعم، دائما في الاتصال مباشر بيننا وبين النضارة. لنا أخ في نظارة جزاه الله خيرا لا يقصر من مجهوداته، ودائما أبدا في اتصال مباشر متواصل مع الإخوة في المندوبية، المندوب والإخوة في المندوبية جميعا دائما ننسق فيما بيننا ودائما نتشاور فيما بيننا لإعلاء كلمة الله عز وجل، وإن شاء الله لتوفير الجو المناسب للقيام بالأعمال الصالحة لساكنة هذا الإقليم. نسأل الله تعالى المزيد من التوفيق. كسؤال أخير أستاذ، القيمة المضافة للمجلس العلمي في عملية إصلاح ذات البين
التي يقوم بها المجلس العلمي كل يوم أربعاء بين الأزواج. نعم الحمد لله، كل يوم أربعاء يقوم المجلس هنا في مقر المجلس بعملية الإصلاح بين الأزواج، ونسعى جاهدين دائما أبدا نوجه الزوجة والزوجة من أجل الإصلاح فيما بينهما، لأن استمرارية علاقة الزوجية خير من انفصالها، ودائما نذكرهم بالله وبأن استمرارية العلاقة الزوجية أفضل بكثير من أن تحل وأن تنفك. دائما أبدا نوجه الزوجة أن يصبر ويتحمل إذا كانت بعض الأخطاء من الزوجة، ونوجه الزوجة بأن تصبر وتتحمل إذا كانت خطأ بعض الأخطاء من الزوج. والحمد لله حقيقة مناسبة نسبة قليلة وفق الله عز وجل جاء وقع الصلح بين الأزواج في كثير من اللقاءات التي نقوم بها معهم، ونسأل الله أن يوفق وأن يصلح بين الأزواج وأن تستمر العلاقة الزوجية بين المسلمين والمسلمات أجمعين، إنه على ذلك قدير. كلمة أخيرة أستاذ، ونحن على مقرب من شهر رمضان للمستمعين الكرام. شهر رمضان إن شاء الله، أولا أوجه الكلمة إلى جميع الإخوة رجال ونساء بأن يستعدوا للقاء الشهر المبارك، أن يستعدوا له قلوبا ونفسيا، أن ليالي رمضان كلها فيها ليلة القدر، ولا ندري متى، وإن كانت وردت أحاديث مشهورة في أنها تحت الأواخر، ولكن المؤمن يضبطها في كل ليلة من رمضان إلى انتهاء أيام رمضان وليالي رمضان، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفق الجميع، وأن يكون الجميع إن شاء الله في هذا المبارك من المغفور لهم من المحرومين، إنه على ذلك قدير بإجابة جديدة.